لم أتوقع في حياتي أن أنا أفقد أطفالي، أفقد زوجي، أفقد عائلتي. لم أتوقع في حياتي نهائيا. كنا نبني لهم مستقبلا جميل. إذا استمر الوضع على هذا الحال في الحرب سوف أفقد جنيني بالأكيد، لأنه أنا تعرضت قبل يومين إلى ضغط نفسي بسبب الانهيار، بسبب الضغط اللي علي صار معي يعني زي مغص شديد، يعني بداية طلع. أطفالي، يعني أنا لم أستطيع أستوعب أن أنا فقدته في يوم من الأيام. كانوا عصافير، عصافير يطيرون في الحياة. أنا أعجز عن الحركة، وين بدي أتحرك؟ قلت لهم أنا لو بدي أروح على أي مكان ماليش مكان. بيت تهدم بشكل كلي وما فيش يعني إشي اللي أنا أروح أوفي، يعني أنا لو بدي أطلع من المستشفى حاليا حرتمي بالشارع للأمانة. كنت دائما أنا وزوجي بتخطيط لحياة مستقبل جميل لأطفالنا، لكن حاليا تحطمت كل أحلامي، سكرت كل منافذ مستقبل، يعني أنا فيش مستقبل أفكر فيه. أنا اللي بدي إياه حاليا أشعر بالأمان، حقي في علاجي كاملا، أرجع إلى صحتي حتى أقدر أعيش مع ابني بسلامة.